احنا الان في النسخه الثانيه لمسابقه جوائز انا معك ل 2019 واللي مرت من ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي دعوه للترشيح واللي لقت نجاح كبير من طرف المقاولات الصغرى والحاملين المشاريع، كان عندنا 1950 مرشح. من بعد مرينا لمرحله القافله الوطنيه اللي دارت في 10 مدن واللي من خلالها استطعنا نختاروا 50 مرشح للنهائيات من طرف اعضاء اللجان الجهويه، والان حنايا في نهائيات مسابقه جوائز انا معك اللي غادي يكون كيف ما سبق وجا في كلمه السيد رئيس المدير العام لمجموعه التجاري وفا بنك، ما غاديش تقتصر فقط على جوائز حسب الفئات ولكن خصصنا جوائز للجهات، فغيكون عندنا لكل جهه اداريه بالمملكه المغربيه غادي يكون عندنا فائز بغض النظر على الفئه اللي هو تسجل فيها. زياده على الجوائز واللي هي عباره عن منحه ماليه وكذلك بنك حساب بنكي بالمجان في احدى وكالات التجاري وفا بنك وتسجيل في قسم المشتريات التجاري وفا بنك. حنا من خلال المسابقه جوائز انا معك كنشجعوا المقاولات وحاملي المشاريع وكنعزوا المقاوله وكنعطيهم ثقه في نفسهم، لان المقاوله الصغرى ما رغم الاكراهات والعراقيل اللي كتعيشها فهي كتساهم وكتلعب دور فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني.